بعد سنتين وأنا لا رافضة أي حياة هون بالأردن، إنه لا كل يوم على أمل إنه يلا رح أرجع الشام. للأسف هالشي أثر على نفسيتي كتير. فالمهم بلشت أتعالج من هذا الشي شوي شوي، بلشت أشارك بأعمال تطوعية يعني. فالحمد لله يعني كنت بحال وصرت بحال تاني. حتى الفكرة اللي كنت أنا رافضتها إني أكمل دراستي، لا قررت إنه رح أكمل دراستي. فالحمد لله إنه قدرت أخذ منحة من الاتحاد الأوروبي وكملت فيها، يعني إنه لحد الآن أنا عم بدرس. حالياً هلأ أنا عم أشتغل على مشروع بيدعم الشباب السوري والأردني. الواحد إنه لازم يشتغل على هيك مبادرات، هيك أعمال تطوعية، لأن الشباب بحاجة إنه حدا ينشله من هذا الشيء. ما لازم نخليه يتقوقع على حاله، لا لازم نحن ندمجه بالمجتمع أكثر، طلع الشغلات والقدرات اللي هي موجودة أصلاً عنده.